ايه الختام الحلو ده؟ معقولة معناه زنانيري ايه كده او اليوم لابسة الحلو بدلة؟ ده، ما حصلتش ايه النهاردة. اليوم الحلو ده، سوت. سوت. يا ينفع واحدة تروح الشغل كده لابسة كده طبعا في بنك او طبعا فورمال؟ طبعا، لان هو فورمال، مش بس ان لونه، عشان لونه جراي، لا هو خلاص وانس ان انا لبست بدله يبقى انا بقيت فورمال، اقدر اتعامل طبعا ان انا احط حاجه لون معاها مفيش مشكله خالص، واروح بيها الشغل. والتشميرة دي ايه؟ لا التشميره دي بس عشان اللون هنا يبان يعمل ماتشنج بس لا، لا لو انا فورمال لا مش مش لا مش هتشمر. هشمر، لا يعني دي حته كده، بالعكس لما بتبقى لابس حاجه فورمال عايز تخليها شويه كاجوال او شويه لايت، والبراش والبراش طبعا تروح والسبحة. من طبعا اوكي بس نتأكد طبعا. عشان نتعلم منك. بالعكس دايما كنا بنقول للستات اللي بتروح شركات وفي البنك وكده وبتزهق من البدله بتاعتها، كنا بنقول ان هم يلبسوا لون من تحت او ان هي تحط اكسسوارز. براش، الاكسسوارز دايما بتحلي. طيب اي حد عايز يتواصل مع نازا زنيري هيعمل ايه؟ على الانستجرام، خشوا لها على طول على الانستجرام، خشوا ده الفيسبوك، وبعدين حط الانستجرام. هي عامله فيديوهات، مجموعه فيديوهات في الحقيقه جديده، معموله بتقنيه حديثه ولذيذه وسهله، وهتلاقوها في الاول بتقول لكم هاي ام نازا زنيري يور بيرسونال ستايلست. كده على قوليها كده. فكرة الستات هتدافع طب عني، قوليها كده. الستات بتحبني وهتدافع عني. قوليها طيب. هاي انا ندى your personal stylist. هاي انت بتقولي انا ندى؟ هاي انا ندى your personal stylist. انا بقولها كده، انا صوتي كده. هنتكلم على ايه النهارده فكريني؟ هنتكلم، هنقول تبس الاربع اشكال جسم، كل شكل جسم هنقول له شوية تبس نصايح. يلا نبتدي شوية بأول نصايح صورة. كده، يلا نشوف أول أول صورة. صورة جسم معانا. الكمثرى، أيوه أغلب السيدات في مصر جسمهم كمثرى. طيب نقول نصيحة بسرعة على الجاكيت، إنه هي لما تنقي جاكيت أو أي، حتى لو حاجة بلوزة أي حاجة توب، تراعي جدا إن هو يكون فيه إيبولات أو كتافات اللي هي بتتحط، بتبقى سفنجة اللي هي بتعرض شوية، عشان جسم الكمثرى بيبقى كنس شوية من فوق، فاحنا عايزين نعرضه عشان يتناسق. ايه كمان؟ الجاكيت نبعد خالص، جاكيت كرازيه نبعد عنه، نخلي الجاكيت على قد ما نقدر ان هي تكون مسحوبه وفيها تكسيمه شويه من الجناب عشان تدينا وسط، لان جسم الكمثرى عنده وسط حلو. اوكي اوكي نشوف الصوره اللي بعدها. جسم الكمثرى يسمح لها جدا ان هي تلبس بلوفر هاي نك، وان هو يكون فيه زي الضفاير، النقشه بتاعت التريكو، لانه هي منطقه الكتاف ومنطقه الصدر عندها صغيره، فهي الجسم الوحيد اللي يقدر يلبس ضفاير او تريكو يبقى مليان شويه، والهاي ناك لان هو بيكبر منطقه الصدر. اوكي اللي بعده. اوكي برضو احنا عايزين نكبر المنطقة اللي فوق ونصغر اللي تحت عشان نعمل توازن في شكل الجسم، فهنلبس من فوق دايما الرسمة بتاعتنا تكون كبيرة، هنتفادى خالص ان الرسمة الكبيرة تكون من تحت لان احنا مليانين من تحت، فهنلبس هنا زي ما احنا شايفين الشميز كارو كبير، واحنا اتفقنا انه اي حاجة كارو كبيرة او رسمة كبيرة او تشجيرة كبيرة هي بتعرض شوية، فهنا جسم الكمثرى هيلبسها من فوق وهتلبس سادة من تحت، ودايما من تحت نتعامل مع خامة تكون خفيفة علشان ما تديش سمك للجسم اكتر. اللي بعده. اوكي نروح للجسم اللي بعده. الجسم اللي بعده عكس جسم الكمثرى بالظبط، هو الهرم المقلوب. اللي عملناه في الكمثرى هنعمل عكسه بالظبط يا شريف في الهرم المقلوب. بص هنا شكل الكتاف بتاعت الجاكيت، الكتاف نازلة لتحت علشان ما تعليش زياده، لما بكون جسمي هرم مقلوب اوريدي عندي الكتاف عريضه شويه، فانا عايزه انه اقلل منها. كمان ما اخدهاش مكسمه جدا من تحت علشان ما بينش ان انا صغيره من تحت، لانه الهرم المقلوب عنده وسط وهانش صغير جدا، هو كل المشكله عنده العرض بيبقى من المنطقه اللي فوق. اوكي اللي بعدها. البلوفر هنا او التوب هو في في، ايا كانت الفي، هنا الفي نصها عادي نصها دونتيل، بس ايا كان الفي،
كل ما بيوصل لحد اول الكتف خالص ده بيقلل لي مساحه الكتف. ده مش معناه ان انا هلبس في كبيره، ممكن الفي تكون زي دي او هلبس لون تاني من تحت. المهم دايما يبقى عندي شكل الفي علشان اكنز من الكتاف واصغر من منطقه الصدر. طيب دي اعتقد كانت اخر صوره معانا في لا. الجزء ده هنا صح. بقى الجيب الجيب انا اسف شوف انا هنا ما بتكلمش على بنطلونات، انا جاكيت توب وجيب. الجيب هنا عملنا عكس الكمترة، لبسنا الجيب هي اللي فيها رسمة كبيرة علشان احنا كنزين من تحت، فعندنا مساحة ان احنا نتخن شوية من تحت او نملى شوية من تحت، وابقى كنست المنطقة اللي فوق فلبست اللون سادة من فوق ولبست الرسمة الكبيرة بتاعتي من تحت. اوكي طيب عايز اتكلم معاكي بقى. اولا عايز اسالك سؤال، عمري ما شفتك لابسه بلوفر تريكو؟ بلبس بس بلبس اللي هما زي ده خفيف. لا بلوفر، لا بلوفر اللي هما التخان لا ما بلبسهم. ليه؟ مش عارف ما بحبش ما بحبهمش. اوكي بلوفر تخين ما مش عارف ما بيليقش على شكل جسمي خالص يعني. طيب خليني بقى اتكلم معاكي على الستات اللي بيشتغلوا، السيدات اللي بيشتغلوا في وظائف فورمال في بنوك في مؤسسات في شركات كده. انا لما بروح الحتت دي ما بلاقيهمش لابسين الفورمال اللي انا متخيله. بمعنى بيبقوا لابسين جينز ساعات. اصل لا يبقى ما تقوليش لابسين فورمال ما دام قلت جينز. ما هو جينز وعليه بليزر مثلا. لا ده مش فورمال، لا ده سيمي فورمال او سمارت كاجوال، بس ده مش فورمال. الفورمال يعني ان انا اكون لابسه كل قطعة تبقى فورمال، يعني حتى لو هي لبست كله بدلة على بعض ولبست جزمة كاوتش خلاص ما بقتش فورمال. بس أنا افتكرتك هتقول إن أنت بتشوفهمش بجيب، عشان كده أنا قصدت النهاردة أتكلم على جيب. لأن الطقم اللي إحنا شفناه في الآخر اللي هو الجيب المنقطة والتوب السادة هي تقدر تحط عليه بليزر رغم إن هو مش طقم يعني ولا تيار ولا هو بدلة، بس هي لو حطت عليه بليزر خلاص بقى فورمال. لانه الجيب الطول بتاعها مناسب بعد الركبه، طول مريح، الوسع بتاع الجيب حلو هينفع تتحرك بيه في المكتب براحتها، هتلبس عليه جزمه كلاسيك بهيلز او الهيلز حتى الكعب يكون صغير عشان يبقى مريح. وفكره الكعب كتير قوي بيفتكروا انه لا عشان البس كعب لازم البس كعب رفيع وطويل قوي فمش هعرف امشي بيه. طب ما انا ممكن البس كعب اقصر شويه ويكون تخين. الكعب التخين شويه بيبقى اريح كتير لو حد هيقعد بيه طول اليوم، وفي جزم حلوه قوي بس الكعب بتاعها مش عالي زياده، يعني ممكن اتعامل بخمسة سنتي مش لازم السبعه والتسعه لانه مش مريح طول اليوم. مين اشك في الكعب التخين ولا الكعب الرفيع؟ لا طبعا الكعب الرفيع، بس لما اكون انا شخصيه عمليه شويه وهقعد طول النهار في شغلي وما اقدرش ابقى واقفه طول الوقت بكعب رفيع هلبس الكعب العريض. وعايز اقول لك حاجه، الكعب العريض دلوقتي ساعات بيعملوه مثلا لون تاني، ساعات بيبقى فيه اكسسوارز بخامه زي نحاس مثلا او حاجه كده بيبقى عليه شغل كده، الكعب بيبقى فيه ساعات حاجات ستراس فيه علشان يحلوا منه فيبقى عملي بس كمان يبقى شكله شيك. عارف ان انا عمال اتخيل دلوقتي كمان 50 سنه من دلوقتي البنات والاجيال هيقعدوا يتفرجوا عليكم ويقولوا تخيلوا زمان الستات كانت بتلبس جزمه في كعب. ايوه اعتقد ده هيندثر. أيوة. صح للاسف الصغيرين ما بيعرفوش الكعب خالص للاسف. بس انت عارف حاجه عايزك تتفرج على الجيل الجديد هو بيمشي ازاي. عندي مشكله في الحركه دي، انت عارف طبعا بيمشي ازاي، مش عايز اقول الكلمه بس هم يعني ما بيرفعوش رجليهم من على الارض يمشوا ايوه يزحفوا بيعملوا صوت وده عيب. انت بتتكلمي في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ عيب. لا انا الموضوع مضايقني. ايوه لك كمان 50 سنه لو حاولوا يشوفوا الفيديوهات بتاعتنا دي ويشوفوا صور مش هنكون موجودين طبعا ده اكيد، بس هيقعد يقول لك اتصوروا كان بيلبسوا كعب زمان. كان بيلبسوا شيبات. بصي حتى براش. البراش ده البراش ده انا متخيل ده بجد مش هزار. علشان يعني زي دلوقتي بقوا براكتيكال قوي قوي، بس الحقيقه بقى رتمها اسرع كتير من زمان كمان. هو السوشيال ميديا عمل فينا كده. ده سبب السوشيال ميديا انا حاسه كده.
السوشيال ميديا فرقت في حياتنا قوي قوي، والاجيال الجديده متاثره جدا، بوظت الذوق العام في العالم، في العالم كله. لا مش بنتكلم على مصر، احنا بنتكلم على العالم كله. لا بتكلم عامه، الجيل الجديد عامه. انا كل 3 شهور بسافر اوروبا، الناس بقت شكلها مختلف تماما، حاجه تانيه. والجيل الجديد كله في العالم كله نفس الشكل، كلهم بيلبسوا جزمه كاوتش مبهدلين، البنطلون السويت بانس اوفر سايز، ما بيلبسوش غير كده، مبهدلين. تعالى اقول لها روحي مناسبه، هي مش عارفه تلبس، مش عارفه يعني، مش عارفه البس فستان اتعامل بيه ازاي، امشي ازاي وانا لابسه فستان، اقعد ازاي. وبيبان عليهم يا حرام، بيبان جدا، بيبان قوي. بيبان، عشان كده بجد بنصح الامهات قبل ما البنات يخشوا في السن اللي مش هتعرفي تضغطي عليها قوي، عارف في سن 17 18 ما تعرفش تتحكم فيها، تقول لك لا انا عايزه البس اللي عايزاه، فاللي هو بدري شويه. عايز اقول لكم فجاه نلحق نقول لهم البسوا. عايز اقول لكم فجاه صغروا عن 16. لا لا، هم البنات الصغيرين هم اللي الامهات اتعلموا منهم. لا بس ما بيتعلموش منهم لبس الجزمه الكاوتش وال اتعلموا يا ندى، انا بقول لك كده، هم الصغيرين علموا الكبار. طيب قبل ما الصغيرين ده في سن كام؟ لا ده هو دلوقتي البنات الصغيره ما بتشوفش الام بتلبس ولا فستان ولا جوب ولا جزمه بكعب. ما عشان كده دايما بنقول للامهات انه البنت بتتعلم منك. هو عشان كده بقول لك خلاص بقى، عارف يا شيخ، بقت غريبه ان واحده تلبس جوب او فستان اصلا او تلبس جزمه بكعب رفيع، عشان هي ما اتعودتش تشوف مامتها كده. بس لو الماما بتلبس كده طول الوقت، ده بلاش طول الوقت، بس خلينا انه ما يطلعش من دولابنا الفستان والجيب، ما تطلعش من دولابنا، ما يبقاش دايما كل الشوبينج بتاعنا بنطلون وجزمه كاوتش، مش لازم. ده بقى يلبسوا جزمه كاوتش في فرحها. اسكتي بقى. لا احنا اتكلمنا في الموضوع ده، وانت عارف انا وانت اجينست جدا الحركه دي. تماما. فصل ورجعونا، يلا استنونا، يلا. رجعنا مرة تانية، وندى النهاردة بتتكلم عن الأجسام اللي شكلها مختلف وإيه يليق مع كل جسم، صح كده؟ صح. إيه بقى؟ نعمل جسم المستطيل. الصورة هتجيب، ورونا كده الصورة. مستطيل. يلا المستطيل. طيب المستطيل جسم مش صعب خالص، بس هو كل الفكرة إنه فيه إن هو ما عندوش تحديد لمنطقة الوسط. فبنعمل إيه؟ هنا شايفين الجاكيت عندها الكتاف محددة جدا، عندنا شوية جيوب من الجنب، فدي هتملى منطقة الجناب والهاش، هنظبط الكتاف بالإيبولات، وبعدين الجاكيت متكسمة زيادة بزرار واحد، فأنا لما أشوفها هفتكر على طول إنه أنا عندي وسط، فدايما أنا أروح لكل حاجة هتخلي إن أنا عندي تكسيمة عشان ما بقاش أبقى خط مستقيم. الجاكيت اللي في الصورة دي حلوة قوي التكسيمة بتاعتها. على فكرة بقول للستات القطعة زي ما بتشوفيها على الشماعة، الشكل اللي هي مدياه هو ده اللي هي هتديه لجسمك. بمعنى ايه؟ لما نمسك جاكيت نازلة خط مستقيم واسع كده، انا لما البسه هتديني الشكل ده. لو مسكت جاكيت فيها تكسيمة، انا لما البسه هحس بالتكسيمة دي. لما بقول هنا حاجة متكسمة يا شريف، ده مش معناها ان انا لازم اكون مقاس 36 و38، انا ممكن اكون مقاس 48، بس مجرد انه الجاكيت نفسها فيها التكسيمه وانا اخترتها صح، انا لما البسها مش هيبقى عندي كلكعه، وهيبان ان انا ارفع شويه من منطقه الوسط، وهيبان تكسيمه شكلها حلو. طيب نشوف اللي بعدها. فلما بقول مكسر عايزه الناس تفهم انه لازم يكون حد رفيع. ايه كمان؟ اتفادى شويه البلوفرات الطويله زياده، عشان الطويله زياده هتساعد ان انا انزل خط مستقيم مستطيل وخط دغري. بالعكس اخليني عندي في، اخلي الحاجات التوبات بتاعتي شويه قصيره، علشان ممكن استعمل حزام مع الجوب او مع البنطلون، فبلاش يبقى عندي القطعه طويله زياده. اوكي اللي بعده. اللي بعده هنا اخليني اكتر لو انا هلبس مشجر يبقى البس مشجر قليل، لو انا هلبس ساده ما بعدش الالوان قوي عن بعض، علشان هنا انا عايزه احط حزام
علشان يديني الوسط المحدد بتاعي، فاحاول ان انا الالوان بتاعتي ما تبقاش بعيده قوي عن بعض، ده بيبقى احسن كتير. هنا حاطه الجاكيت على كتفها. اه انا بحب الشكل ده، المنظر ده. انا كمان انا في كده مش يعني ما بعرفش اعمله هنا عشان وانا ببقى قاعده هيقع. لا بس هي انا بحب المنظر هو بيبقى ده. حلو في المشيه وهي ماشيه واقفه مظبوط. حتى البالطو بيخلي شكله حلو لما نحط البالطو على كتفنا بيبقى شكله حلو. طب خلونا نشوف، هنتكلم في الاخر معاكي على موضوع كده افتكرته ليه علاقه بالالوان، بس خلينا نكمل الصور. اوكي الصوره اللي بعدها اتفضلوا. جسم التفاح. جبت لنا جاكيت الاحمر، كنت عايز اتكلم على اللون الاحمر. ايه بقى؟ جاكيت التفاح. التفاحة عندها كل المشكلة البسيطة اللي عندها دايما بيبقى في منطقة البطن، بس هي الرجلين رفيعة، الدراعات رفيعة، ما عندناش منطقة الصدر ما بتبقاش كبيرة، عندنا بس شوية بطن. شوية البطن دي هنخبيها ان احنا الجاكات بتاعتنا دايما تبقى مسحوبة، ويستحسن دايما زرار واحد علشان نبعد ان احنا نقفل الجاكات من بدري، فكل ما نقفلها واطية كل ما يكون احسن. هعمل سحبة طويلة من هنا فحد يرفع ومش هبين البطن، سواء انا فاتحه جاكيت او انا قافلاها، بس دايما يكون فيها سحبه كبيره. طيب اللون الاحمر والجاكيت الاحمر، وانا بشوف عندنا كده في مصر بعض المعتقدات الخاطئه، يقول لك مثلا السمره مش هتلبس احمر، مش فاهم ليه. الاحمر احلى على السمره من على البيضه. لا زي عندك يقول لك احنا هنعمل الشقه كلها بيضه عشان توسع، مع انها ما ده ما بيحصلش ابدا، يعني قال لكم كده ده غلطان، ده بتاع ديكور عايز يستسهل او نقاش عايز يستسهل ويجيب بيض ابيض. طيب لا انا هقول لك الكلام ده، فكره اللون الواحد يعني فكره انه ما اعملش حته بيضه وحته صفراء وحته خضراء وحته دي هتعمل دوشه. لما فكره توحيد اللون سواء هو ابيض هو اوف وايت هو اي لون، بس هي فكره توحيد اللون بتريح. لا اعترف بالبويه البيضه دي خالص. لا انا ماليش في البويه البيضه خالص. لا 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 استحاله اروح ادهن اي حيطه عندي بيضه. لا 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 مش ممكن. لا انا عامل الحيطه عندي اوكسيدي ولا ذهبي؟ عندك اوف وايت وعندك اوكسيدهات يعني. مش عارف البويه البيضه دي ملهاش مكان من الاعراب. طب انا هقول لك هي ليه. ليه؟ عشان انا سالت حد وعرفت. ايه؟ اوكي اللي عندهم اطفال الأطفال بيوسخوا الحيطة، فاللون الأبيض مش لون بيتدرب، فبيبقى سهل قوي إن هم يدهنوها يعني. كتير. لا بيدهنوها كتير وش نظافة يعني. بالظبط بيدوا وش نظافة كتير وما بتعملش فرق لون بين القديم والجديد لأن هو أبيض. أو بس دلوقتي في كل الألوان دلوقتي بالكمبيوتر. أي معلش بس هي فهي ما هي بس دي فكرة أنا عرفت ليه موضوع اللون الأبيض. فاتكوا كتير 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 بجد. طبعا. اللون الابيض مش مريح قوي لما تقعد فيه كتير على فكره. بيجنني. كل حاجه سايحه على بعض. حطينا الصوره اللي بعدها ابنائكم. الصوره اللي بعدها احنا بنقول حاجات مش بتاعتنا ليه؟ معلش بنخش في حياه الناس. هما بيحبوا كده الناس نتكلم معاهم. بص هنا يا شريف كمان الجسم التفاحه بنبقى عايزين نسحب شويه منطقه البطن فنبعد عن الخط المستقيم. فلما نلبس شميز تحت البلوفر لازم الشميز يبقى فيه دوران علشان اسحب منطقه البطن. لو انا تخيلوا كده لو بلوفر الاورانج ده انا مش لابسه تحتيه الشميز الابيض، فهيبقى البلوفر بيخلص على خط مستقيم فهيبقى هيدي زياده عرض، بس الحته الدوران بتديني طول فبتسحب منطقه البطن. اوكي يلا اللي بعديها. هنا لو انا لابسه توب وجوب لازم ادخل حته من التوب تكون جوه الجيب بتاعتي علشان برضو اتفادى انا مع الجسم التفاحه بتفادى قوي اي خطوط بالعرض عند منطقه البطن، فهنا لما اعوج حركه خفيفه قوي مجرد ادخل حته بس من الجنب في الجيب فانا هنا عوجت التوب بتاعي فما ادانيش ما خلاش منطقه البطن تبان ان هي عريضه او ان هي مليانه. في موديل خلاص كده خلاص الصورة. في موديل فستان انا مش عارف ليه اندثر التايباس. اندثر خالص التايباس ما بقاش موجود. ليه؟ بس خلي بالك التايباس مش سهل كان في لبسه قوي. ليه؟
فكرتني دلوقتي كان عندي فستان تاي بس افتكرته حالا. ليه بقى؟ اشرحي لي الناس ده التاي باس ده اللي هو ايه؟ التاي باس اللي هو بيبقى باستك، بس الاستك ما بيبقاش عند منطقه الوسط، بيبقى عند منطقه نص الارداف او تحت الجناب على طول. وبيبقى كله بلوزان يعني القماش مش منفوش، بس القماش مهدل، فبيبقى بيجي عند الاستك بيبقى ضيق، والقماشه بتبقى مهدله شويه. هو منسوي جدا، بس هو صعب. ليه ده بيليق على كل الاجساد؟ لا بجد؟ لا يعني يبين قوي البطن، فلو حد عندها بطن هتلاقي انه باين. ليه ده بيبقى بلوزان يا ندى؟ بيبقى بلوزان، بس هيبين انه في بطن هتطلع تحتيه. بس هو يعني هو ما بقاش موجود؟ لا ما بقاش موجود خالص. والله بره افتكرته ده. مش الموديل اللي انت وريته لنا دلوقتي ده، مش عارف فكرني بيه ليه، بس انا بشوف ان هو من الموديلات المختلفة. واي واحدة ده كان امتى؟ اخر الثمانينات؟ سبعينات واول، لا وكان في الثمانينات كمان. سبعينات وثمانينات؟ سبعينات اخر السبعينات واول الثمانينات. لا لا كمل في الثمانينات، عشان لبست وانا كبيرة شوية. لا لا لبست وانا كبيرة، فانا هو في بعض الموديلات ما بقتش موجودة في العالم، يعني التاي باس مش موجود في العالم. ابعت له المرة الجاية هاتي صورته. حاضر. والامبير ما بقاش موجود. والامبير قليل قوي. اشرحي لي الناس الامبير قل قوي. الامبير بقى اللي هو برضو فيه استك او فيه خياطه، بس بتبقى تحت منطقه الصدر. عارف بيبقى شكله شويه زي فستان الحمل. بيبقى فيه خياطه تحت منطقه الصدر، وبيبقى الفستان نازل واسع. على واسع. بس انا هقول لك حاجه يا شريف، هو الامبير موجود اكتر من التاي باس. ليه؟ بس ما بقاش ضيق قوي وبينزل على واسع، بقى فيه برضو الخياطه في فساتين الصيف. على فكره انا السنه اللي فاتت كنت لابسه فستان كده. اوكي. انت شرفتيني. هاجي لك بيه السنه دي تاني. يا ريت. شرفتيني ونورتيني. ميرسي. شكرا ندى زنانيري. اشكرك. اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نكون معاكم بكره في نفس الميعاد. شكرا لكم. باي باي.